سؤالنا، هل هناك بالفعل ربط بين ما يحدث من جرائم وانتخابات مجالس المحافظات، أم هناك ما يدور خلف الكواليس أعمق من ذلك؟ بعد وقت على الاغتيالات، يعني أنا أرى بأنه الوقت لا زال مبكر على، يعني هو طبيعي يبدأ موسم الاغتيالات مع موسم الانتخابات، وأيضا يبدأ موسم الاحتيالات، وهذه نزلتها بتغريدة أيضا في موسم الانتخابات. ترين الاحتيال على المواطن البسيط عبر المبالغ البسيطة وبعض الأكلات وبعض الأمور، يعني اللي للأسف المواطن العراقي، يعني أتمنى أنه بعد ما تنطلي عليه هذه نقطة. وأيضا موسم الاغتيالات أيضا هو موسم انتخابات، اللي على صوته اللي قد يكون هنالك من يشخص فوزه بالانتخابات. كل شيء مفتوح بالانتخابات. يعني نرجع أرد أقول لك، يعني سيد سرمد، اليوم كسلطات عراقية الظاهرة اللي تشكل مصدر قلق للعراقيين هو عدم السيطرة عليها، رغم وجود أعداد كبيرة من عناصر الأمن اللي يتجاوز يعني عتبة 1,400,000 موزعين على عدة وزارات وهيئات ومؤسسات. طيب احنا المشهد اللي مدى ينتهي بالعراق رغم الاعداد الكبيره من عناصر الامن، هذه الزعزعه راح ترجعنا الى المربع الاول، التخوف بالنسبه للمواطن العراقي، يعني حتى المواطن قام يخاف يطلع برا يصير بي شيء. شوفي ست وجدان، يعني انت ذكيه جدا وتعلمين اين تضعين يدك على الجرح. نعم. شوفي، كان فقط الداخلية في زمن العبادي جلست مؤتمر وياه، يعني اجتماع، فالداخلية كانت بذاك الوقت 700,000 واحد، صح. الآن ما أعرف شقد وصلت. الجيش كانوا 325 أو 250 أو 325، الحشد الآن تجاوزوا أيضا 180,000، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز مخابرات، جهاز الأمن الوطني وغيرها والاتحادية، يعني هذولا كلهم تتوقعين غير قادرين على نزع سلاح من المواطن؟ تتوقعين غير قادرين على نزع سلاح؟ شوفي، طلعنا احنا فترات معينة من زمن العراق كلفنا بواجب نزع السلاح من المواطنين. والله اصلا ما كان اكو انترنت ولا عندنا مسيرات، لكن قعدنا طلعنا خططنا صور جوية المحافظات، عرفنا كل منطقة كيف نحصرها، كيف نفتش بدون اي مؤثرات، بدون اي واسطه، بدون واحد يجي يقول اوقف والله انا بفلان، تقول لي بفلان جهه طلع لي كتاب ترخيصك مال السلاح، طلع لي كتاب ترخيصك. زين، ماكو ما لذلك احنا ترى اذا ما قللنا من استخدام السلاح يا ست وجدان، والله المواطن لن يكون في امان، والله لن يكون في امان، والله نخجل نشيل اسلحه ويانا بعض الاحيان. ايش قد صارت والله، بس من الان اقول لك، من تم اغتيال هشام الهاشمي والله قمنا نطلع مسلحين، يعني جيبنا سلاح الله يرحمه، لانه صارت استهدافات مو طبيعيه. زين، وخايف هسه احنا من هاي الموجه الجديده، يعني انه بالانتخابات ايضا لا يصير نوع من الاستهدافات. لذلك الدوله يجب ان تكون قويه في هذا الموضوع. اهني يطلعون تفتيش يا ست وجدان بالعماره او البصره، تفتيش، حمله تفتيش لنزع السلاح، ثالثه يجوني بندقيتين مزنجرة ومخزن وقنبرتين هاون مزنجرات. طيب انتوا اولت البارحة بابا حتى اسلحة ثقيلة وهاونات ومدافع استخدموا وحادية بالناصرية. زين، هاي شنو هاي مين طلعت لي؟ وين التفتيش هسه؟ غير افتهم وين التفتيش الحقيقي؟ يعني